السلام عليكم، هنيئا لكم بتحقيق 4 نقاط صقر دونك لاكتيف. هذه القاعده الذهبيه اللي تنتاز بها البيزنس ديالنا مع فوريفر ليفين برودكت. لي 4 سي سي تتوصلنا لو ستاتيو اكتيف، وبالتالي سير المقاوله ديالنا بشكل متزن وجيد. ما بين اهم عوامل النجاح في البيزنس ديالنا وهو المحافظه على لي 4 سي سي. علاش؟ لانها تمكننا من الصعود في السلم الصخري ديال فوريفر ليفين برودكت. هناك 3 ديال الطرق للمحافظه على 4 سي سي ونواظبوا عليها شهريا. اولا الاستهلاك الشخصي، ثانيا تقاسم وبيع المنتجات، ثم ثالثا الاحتضان لتطوير الفريق ديالنا. وتتمكننا كذلك باش اننا نكونوا متواجدين ونكونوا دائما حاضرين في منصه التتويج. اذا الواجب علينا اننا نواظبوا ونحافظوا على لي 4 سي سي ديالنا شهريا. وهنيئا للجميع.